في الجزء كذا وجيب لي الصفحه كمان، او انا هبحث زي زيك. ادي بس كل الحكايه. فارجوكم بلاش نبقى الشعب اللي عمال يتلقى، ما تمشوش ورا الاخوان دول جهله بجد والله، فما تمشوش وراهم في حاجه. خلونا نروح لحاجه اهم من كل الكلام اللي انا قلته ده تماما، مش ده موضوعنا ومش دي معركتنا على الاطلاق. وصلاح الدين في الاخر خالص كل العلم عند ربنا سبحانه وتعالى، هو ادرى بما فعل وما لم يفعل، ان كان ظالما او عادلا او مصلحا الى اخره. وبنقدسش بني ادمين، الانبياء وسنتهم المطهره، كل الانبياء وكل الرسل والصحابه وآل البيت على عين وعلى الراس، غير كده ما بنشوفش حبيبي. تعالوا نروح لحاجه تانية. الحاجه الثانيه وانا باكد لكم على انه تاني يا جماعه، احنا لا ضد الشريعه ولا ضد الاسلام، بل بالعكس، ده احنا نتمنى والله العظيم نتمنى. يعني في حد في الدنيا اغلى عندك من ابوك وامك واولادك؟ اقسم لكم بيهم. في حد اعلى من ربنا سبحانه وتعالى قسما برب العزه؟ احنا عايزين تطبيق الشرع والشريعه الاسلاميه وسنه النبي المطهره. طبقوها يا جماعه، والله ما حد هيفتح بقه. طبقها، خلي عندك عدل وحصافه عمر، خلي عندك سماحة الرسول عليه الصلاة والسلام، خلي عندك ذكاء علي، وهكذا. اعمل كده بس واحنا ماشيين، ما عندناش مشكلة، ده احنا ممكن نغمض بس هنفتح العين التانية اللي هي المحمرة دي، عشان بس لو حد غلط نبقى نصححه. الحقيقة عايز بس اقول لكم بقى ان احنا نبدأ نتكلم بجد في حاجة مهمة. احنا امبارح كنا بنكلمكم على انه حصلت مكالمة ما بين السفيرة الامريكية ومحمد بديع، وان احنا اتصلنا الحقيقة بالسفارة الامريكية ولا من مجيبه، قالوا لنا يا جماعة احنا مش عارفين بالظبط مجريات هذا الحدث ايه. وقعدنا نتكلم على شهر العسل المستمر ما بين الولايات المتحدة الامريكية وما بين ايه جماعة الاخوان، وكيف دعمت الولايات المتحدة الامريكية جماعة الاخوان. والموضوع برضو متروك لاذهان حضراتكم تقعدوا تفكروا فيه وتقروا كويس. اقرا لو سمحت وتابع، وما تشوفش بس الشاشات المصرية، ارجوك شوف شاشات عربية وشوف شاشات دولية لو سمحت. يتضح كده بالهزار يعني ان الواحد كانت عينه وحشة على شهر العسل الاخواني الامريكي، حبايبنا الاخوان وامريكا، واللي كانوا يدوب من كام يوم كنت بقول لكم شاربين واكلين نايمين حاضنين بعض، الدنيا زي الفل و100 فل و14، وعمالين نحكي امبارح على حميميه العلاقه وازاي الود المتاجج ما بينهم، لحد هذا الاتصال الغامض ما بين السفيره الامريكيه في القاهره وما بين مرشد جماعه الاخوان الدكتور محمد بديع. ومحدش قال لنا يا جماعه انتوا كدابين، يعني لا الجماعه كدبت ولا السفاره الامريكيه كدبت، ولا حد طلع قال جبنا نستوى معفنين وساكتين ومش متكلمين والحاجات اللي بيقعدوا يعملوها دي، ولويه البق وخنقه الزور والزعط اللي بيعودها لحد ما تحس ان البنطلونات هتتفتق. بس ماشي يعني افتقوا بنطلوناتكم، ما تفتقوهاش قوي عشان خطر عليكم عشان البرد يعني. ما لقيناش، محدش عبرنا، محدش رد. ليه؟ عشان احنا تافهين؟ لا، عشان احنا بنتكلم بجد. المهم محدش اتكلم، بس الظاهر انه هذه المكالمه ما كانتش جيده، لانه ليها اثر ومفحفح كده وريحته طالعه. ازاي؟ النهارده هتلاقوا رسالتين من الصفحه الرسميه او الحساب الرسمي للسفاره الامريكيه، تويتين، تغريدتين، تتويتتين، بتتكلم عن الانتخابات، بتقولوا بيقولوا بالظبط كده ان الانتخابات عنصر اساسي، ده النص اهو قدامكم على الشاشه، ان الانتخابات عنصر اساسي من عناصر الديمقراطيه ولكنها لا تكفي وحدها. يعني بلاش بقى خوتتنا بانه الصناديق الشرعيه لقد اتى لقد مش عارف ايه، الهجص اللي انتوا عاملين شاغلين دماغكم بيه وبتحاولوا انكم تصدروه لنا، ده واضح انه بالنسبة لحبايبكم الامريكان ما بقاش كفاية، ده دلوقتي مؤقتا. الكلام بقى بتاع وقد لا انتم لا تتحدوا الارادة الشعبية، الارادة الشعبية مين يا عم؟ طب ما الناس واقفة في الشارع بتقول لك مش عايزينك. المهم ماما امريكا بتاعتكم، مامتكم اللي بتاخدكم بالحضن على راي الدكتور مول بالاحضان، اللي ده في دفعة المليار ونص، ما فيش حد فتح تغريدة تانية برسالة من النوع بقى اللي بيحاول يوضح اللي قبله، حاجة كده من العيار التقيل، ممكن تكون موجهة للإخوان، موجهة للمعارضة، موجهة للشارع زي ما تطلع. بتقول إيه بقى؟ بتقول الآتي السفارة الأمريكية في حسابها الرسمي: إننا لا نؤيد مجموعة سياسية بعينها في مصر، المصريون فقط يمكنهم اختيار قادتهم. يعني من الآخر بقى يا عم، اسمك يوسف اسمك ما اسمكش يوسف، الكلام بتاع امبارح ان هم تأييد الاخوان ومش تأييد الاخوان وحاجات زي كده، تعالوا نفتكر مع بعض عندما يصل هذا الموضوع الى هذا القدر من الاحتدام، نروح بصين كده ونشوف يا ترى هل عصام العريان
اللي طلع بالفم المليان يزقر وامريكا ونحن والديمقراطيه، راح قال ايه بقى؟ قال الجمله بتاعت النهارده، قال لك لماذا يكرهوننا؟ قال الكلام ده فين؟ في امريكا. لماذا يكرهوننا؟ وكانت تداعيات الحرب على الارهاب وراحت افغانستان والعراق، والجواب اللي وصل اليه متاخر الحقيقه للعريان. اسمحوا لي ان انا اشكر في نفسي لحظه بس، عشان ده مقال مكتوب بقاله تقريبا اسبوع او يزيد في جريده الصباح بقلم واحد زي حالاتي على قد حاله خالص. بيقول العريان ايه؟ بيقول انه امريكا الحقيقه لا تستطيع انها تخلق شكل من اشكال الحكم الديمقراطي او العدل او دولة القانون او حقوق الانسان، وانما تهدرها وتهدر كل هذه القيم والمعاني في كل مكان ذهبت اليه امريكا. وطبقا لتعبير العريان لقد سقطت في الامتحان. يا راجل دلوقتي امريكا سقطت في الامتحان، وانه هي تدفع نفقات الحروب الباهظة بتريليونات من الدولارات من خزائن الوطن عندهم ومن اموال دافع الضرائب، وانها هي التي اوصلت العنف الى كل مكان ذهبت اليه، اما سياسيا واما بالحرب، وانها فشلت. اسمعوا بقى الجملة دي، وانها فشلت فشلا ذريعا. ده عصام العريان بيقول نصا، وفشلت فشلا ذريعا في بناء اي نظام ديمقراطي يحترم قيم وقواعد الديمقراطية في اي مكان احتلته او تحالفت مع قادته. ده الكلام اللي قاله اوباما، ده الكلام اللي قاله جون كيري، ده الكلام اللي احنا بنقوله. انتوا مع بعض يا جماعه، انتوا بتقعدوا سوا. خيرت الشاطر قبل ما يرشح نفسه للانتخابات قعد الساعتين اهو، الصوره قدام حضراتكم، ان باترسون وجون كيري كله تمام. كتتني العريان كله قاعد، ومين ده؟ مين اللي هناك ده يا جدعان؟ الله، ده الدكتور مرسي، ما شاء الله. ادي الاعداد، دول الحبايب والله حبايب. الله، يعني امريكا بتدعم قاده فما يعملوش نظام ديمقراطي. طب امريكا دعمتكم، يعني انت بتقول ان انتوا مش هتقدروا تعملوا نظام ديمقراطي ليه؟ لان انتوا تحالفتوا معاها يا جماعه. هو ده الظاهر الحسد، الظاهر احنا عينينا جامده شويه على العلاقه اللي ما بين الاخوان وما بين الامريكان. لكن الحقيقه عايزين كمان حاجه مهمه جدا، ان احنا ما نستبعدش ان الواحد ممكن يضطر اسفا لقطع ذراعه اليمنى او اليسرى من اللغاليغ، على راي مسرحيه مدرسه المشاغبين، ان الاخوان هيبداوا في الفتره القادمه دي يستعينوا بقى بحماس، بالاهل والعشيره في حماس. ازاي؟ احنا كنا بنتكلم امبارح على انه نتنياهو استغاث بالدكتور محمد مرسي علنا، وان احنا مستعدين عشان نعمل هدنة طويلة الامد مع حركة حماس وحاجات زي كده، وفعلا ده اللي حصل وما انضربتش طلقة. ماشي، ما هو ليه؟ امريكا عايزة كده. جون كيري قال ايه؟ قال تعهدوا بامن اسرائيل، تعهدوا. ماشي ماشي يا عم، ماشي يا عم. والاخوان ما كدبتش، هتكدب هتقول ايه؟ هيبرقوا في عينين الامريكان؟ ما ينفعش. طب دلوقتي بعد ما شهر العسل خلص، ايه اللي ممكن يحصل؟ خلي حماس تبدأ تناوش اسرائيل، ترك ترك، قنبلة كده، صاروخ كده، خطف حد، أشياء من هذا القبيل. تبدأ إسرائيل تستغيث تاني، تروح جاية على طول إسرائيل، بس يا واد ارجع واد على بيتك يا واد، عيب كده يا ولا، ده قريبنا يا ولا، حبيبنا يا واد، خلاص يا ماما حصل خير، احنا صلحناهم والعيال زي الفل. وتروح أمهم مزغرطة لهم من البلكونة، اطلع بقى دلوقت بس، خلاص ده اللي هيحصل. جو بقى شيخ الحارة، جو الفتوة، الجو اللطيف الظريف. ليه؟ عشان يحاول دايما يثبتوا للامريكان احنا مسيطرين اهو، مش احنا قلنا لك هنتعهد بامن اسرائيل؟ شفت لما بتزعلين احنا بنعمل ايه؟ بنطلق العيال بتاعتنا اللي هناك حماس. بصوا يا جماعه، انا بتمنى ان ده ما يحصلش، بتمنى والله العظيم ان هم يثبتوا ان هم وطنيين، بس هم مش هيعرفوا عشان مش وطنيين ولا حاجه، بس ده اللي هيحصل. وخلونا نفتكر، طلعنا فاصل يا سيدي.